بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة في قسم إدارة الأعمال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتواصل في محاضراتنا بالإدارة المالية 2، واليوم محاضرتنا حول موضوع الرافعة التشغيلية والرافعة المالية Operation Leverage و Financial Leverage. أولا نتناول موضوع الرافعة التشغيلية Operation Leverage. ما هي الرافعة التشغيلية؟ هي الدرجة التي توجد فيها تكاليف ثابتة في هيكل تكاليف الشركة. هيكل تكاليف الشركة، كل الشركات بالعالم مهما كان نوعها توجد فيها نوعين من التكاليف، أما تكاليف ثابتة أو تكاليف متغيرة كما مر علينا في المحاضرات السابقة وفي كشف الدخل أساسا. هيكل تكاليف الشركة يتكون من تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. فإذا كانت التكاليف الثابتة في الشركة مرتفعة فإنه ذلك يعني أنها تتميز برافعة تشغيلية مرتفعة. أي شركات تكون فيها تكاليف ثابتة مرتفعة هي شركات التي تعمل في صناعات تغلب عليها كثافة الرأسمالية. يعني شنو الكثافة الرأسمالية؟ يعني تستخدم معدات ومصانع وتكنولوجيا متطورة. هذه التكنولوجيا المتطورة مثل المصانع والمعامل تؤدي إلى تحمل الشركة لتكاليف ثابتة تتمثل بالاندثارات التي تتحقق على هذه الآلات والمعدات والمكان، مثل شركات الطيران، معامل الإسمنت، معامل الحديد، مصافي النفط وغيرها. هذه الشركات تتحمل تكاليف ثابتة مرتفعة، وبالتالي فإنها سوف تكون تتمتع برافعة تشغيلية مرتفعة. ماذا يعني إذا ارتفعت الرافعة التشغيلية؟ الرافعة التشغيلية إذا ارتفعت تعني أن إذا حدث تغير صغير في المبيعات سوف يؤدي إلى تأثير كبير جدا بالأرباح قبل الفائدة والضريبة. الأرباح قبل الفائدة والضريبة هي الأرباح التشغيلية. طبعا نحن هنا في هذه المحاضرة سوف يعني نتناول الموضوع باختصار شديد لأنه محاضرات إلكترونية وأجواء الحظر الصحي وغيرها، فهذا ملخص صغير جدا قصير جدا عن هذا الموضوع، وهو أيضا هو المطلوب من قبلكم. ونفس الشيء إذا كان هناك انخفاض كبير بالمبيعات، صغير في المبيعات يؤدي إلى تدني كبير أيضا في الأرباح قبل الفائدة والضريبة. وهذا يعني أن درجة الرافعة التشغيلية أو الرافعة التشغيلية هي سلاح ذو حدين، من جهة تعظم ممكن أن تؤدي إلى تعظيم الأرباح، ومن جهة أخرى ممكن أن تؤدي إلى تعظيم الخسارة إذا انخفضت المبيعات. وهنا تأتي موضوع تسمى المخاطرة التشغيلية Operation Risk، مخاطرة تشغيلية. بماذا تتعلق؟ تتعلق بمدى استخدام الشركة للتكاليف الثابتة في هيكل تكاليفها. كلما ارتفعت درجة المخاطرة، درجة الرافعة التشغيلية، كلما أدى ذلك إلى ازدياد أو ارتفاع درجة المخاطرة التشغيلية. من أين أتى مفهوم الرافعة؟ مفهوم الرافعة أو العتلة أتى من علم الفيزياء، ويعني العتلة أو الرافعة أو الميزان، مثل الميزان ذو يعني الميزان ذو الطرفين، الميزان الاعتيادي الذي يستخدمه حتى البقال أو الذي يستخدمه الأطفال باللعب، هو هذا واحد أحد تطبيقات العتلة. بيش يستخدم؟ ممكن يستخدم في رفع أو تحريك كتلة كبيرة جدا باستخدام كتلة صغيرة مقابل هذه الكتلة الكبيرة. فأنت لو نظرت إلى أتيت بعمود سميك متين وكان الساق الجزء الأول من عنده طويل والساق الآخر قصير، فممكن أن تضع مثلا على الساق القصير أو على الساق الطويل ثقل 10 كيلوغرام يؤدي إلى رفع كتلة بمقدار 20 كيلوغرام أو 30 كيلوغرام من الطرف الآخر باستخدام قانون العتلات في الفيزياء. هذا قانون باختصار نتناوله يعني هنا فقط للذكر لمعرفة كيف أتى موضوع الرافعة التشغيلية. لذلك فإن أي تغير طفيف في المبيعات يؤدي إلى تغير أكبر بكثير في الأرباح. الأرباح هنا نتحدث عن الأرباح التشغيلية. كيف يتم قياس الرافعة التشغيلية؟ يتم قياسها من خلال درجة الرافعة التشغيلية اللي هي degree of operation leverage.
degree of operation leverage. هي هاي مقياس للرافعة التشغيلية، تعني درجة الرافعة التشغيلية بأن مقدار أو معدل التغير في الأرباح التشغيلية، أي الأرباح قبل الفائدة والضريبة، الذي ينتج عن نسبة تغير صغيرة، وأنا نأخذ بالقياس 1% فقط في الكمية المباعة، ما التغير في الكمية المباعة بمقدار 1%، سيؤدي إلى تغير كبير، قد يكون 2%، 3%، 4% في شنو؟ في الأرباح قبل الفائدة والضريبة بفعل وجود التكاليف الثابتة. طبعا هنا ممكن التعبير عن الرافعة التشغيلية جبريا يعني رياضيا بالمعادلة الآتية: DOR يعني degree of operation leverage يساوي quantity Q في P ناقصا V يعني السعر ناقصا variable cost the price ناقصا variable cost التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة، مقسومة على Q عدد الوحدات المباعة في البرايس ناقصا الفاريبل كوست يعني السعر ناقصا التكاليف المتغيره ناقصا الفيكست كوست التكاليف الثابته. هنا ياتي دور التكاليف الثابته وتاثيرها بالموضوع. واضح هايل ماذا تعني الدور؟ درجه الرافعه الكيو هي كوانتيتي كميه المبيعات، عدد الوحدات المباعه، للبي البرايس سعر بيع الوحده الواحده، والفي فاريبل كوست كلفه المتغيره الوحده الواحده، والاف هي التكاليف الثابته فيكست كوست. ناخذ هذا المثال البسيط، نفترض ان هناك ثلاث شركات تختلف في هيكل التكاليف، يعني شنو هيكل التكاليف؟ تكاليف ثابته وتكاليف متغيره تتساوى بسعر بيع الوحده الواحده. التفاصيل: شركه A، شركه B، شركه C، تكاليف الثابته بالدينار، شركه A 20,000، B 40,000، C 60,000. التكلفه الثابته المتغيره الوحده الواحده ايضا بالدينار، الاي 1.5، البي 1.2، والسي 1، وسعر بيع الوحده الواحده هو ثابت 2 دينار. احنا فقط عندما نرى او نشاهد التكاليف الثابته للوحده، التكاليف الثابته التي تتحملها الشركه، نجد ان شركه سي هي تكاليفها الثابته اكبر مقارنه بباقي الشركات. من هنا نستطيع ان نحكم ان شركه سي هي سوف تكون درجه الرافعه التشغيليه فيها اعلى، بما أنه التكاليف الثابتة فيها أكبر وسعر البيع نفسه، فإنه درجة الرافعة التشغيلية سوف تكون أعلى. سوف نقوم بالقياس بصورة كمية. المطلوب احتساب درجة الرافعة التشغيلية للشركات الثلاث عند مستوى مبيعات قدرها 1,000,000 وحدة، ثم فسر النتائج التي توصلت إليها. الحل هو هذا قانون واحد نفسه: الدور يساوي Q في P ناقصا V على الدور على الـ Q P ناقصا V ناقصا الاف اللي هي فيكست كوست، ونعوض كلها تعويض مباشر 1,000,000 وحدة في 2 هو السعر ناقصا 1.5 هو التكاليف المتغيره من الوحده الواحده، على العفو عدد الوحدات المباعه 100,000 وحدة، 100,000 مضروبه في 2 ناقصا 1.5 اللي هي التكاليف المتغيره ناقصا 20,000 اللي هو التكاليف الثابته للشركه اي، فينتج عنا انه درجة الرافعة التشغيلية للشركة اي 1.66 تقرأ 1.66 مرة. الشركة بي دول نفس عدد الوحدات 100,000، سعر البيع نفسه ثابت 2 دينار ناقصا 1.2 هاي التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة ناقصا 40,000 هاي بالمقام هي التكاليف الثابتة، راح تكون درجة الرافعة التشغيلية 80,000 على 40,000 ويساوينا 2 مرة. أما شركة سي فأيضا 100,000 وحدة في 2 ناقصا 1، الواحد هنا التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة، على 100,000 2 ناقصا 1 ناقصا 60,000 هي التكاليف الثابتة للشركة سي حسب ما موجود في الجدول الأعلى، هذا الجدول التكاليف الثابتة 60، وتظهر أن درجة الرافعة التشغيلية للشركة سي هي 2.5 مرة. ماذا نفسر هذا؟ شنو تفسيرنا لهذا الموضوع؟ إذا ازدادت المبيعات بمعدل وحدة واحدة 1% للشركات الثلاث، إذا ازدادت فإن الأرباح التشغيلية يعني ربح قبل الفائدة والضريبة للشركة A سوف تزداد بنسبة 1.66%، بينما بالشركة B سوف تزداد بنسبة 2% حسب درجة الرافعة التشغيلية. للC سوف ترتفع بنسبة 2.5 مرة،
انظر درجة الرافعة التشغيلية لشركة سي 2.5 معناها تغير بنسبة 1% في المبيعات سوف يؤدي إلى تغير مقدار 2.5% في من؟ في الأرباح قبل الفائدة والضريبة. ولكن في نفس الوقت إذا ارتفعت المبيعات سوف تؤدي إلى ارتفاع الأرباح بنسبة أكبر. ماذا يحدث إذا انخفضت المبيعات بنسبة 1%؟ أيضا الأرباح سوف تنخفض بنفس النسبة 1.66 من الشركة A و 2% بالشركة B و 2.5% بالنسبة للشركة C. يعني بالجانبين الارتفاع ترتفع أكثر وبالانخفاض أيضا تنخفض أكثر. فهنا مخاطرة الشركة C هي مخاطرة الأعلى مقارنة بباقي الشركات A و B. طبعا هذا بأبسط صورة تناولنا هذا الموضوع درجة الرافعة التشغيلية، وهذا يسمى عند مستوى واحد من المبيعات، وهناك درجة الرافعة التشغيلية عند مستويين من المبيعات غير المطلوبة من الطالب تعتبر ترك في هذا في هذه الفصل من هذه السنة بسبب الظروف. أيضا ننتقل إلى موضوع الرافعة المالية الفاينانشال ليفرج. طبعا راح نأخذ أمثلة وتمارين سوف يكون الموضوع أبسط بالنسبة لنا. الرافعة المالية فاينانشال ليفرج، مفهوم الرافعة المالية رافعة التمويل تعني رافعة التمويل مدى استخدام الشركة للديون في هيكل التمويل. هناك مدى استخدامها للتكاليف الثابتة في هيكل التكاليف، وهنا الرافعة المالية تتعلق باستخدام الديون في هيكل التمويل. مثل ما ذكرنا لكم أنه هيكل التكاليف في تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة. تتذكرون أيضا أنه مصادر تمويل الشركة تنقسم إلى قسمين فقط لا ثالث لهما، أما مصادر تمويل ممتلكة حقوق الملكية أو الديون وقروض. الرافعة المالية تتعلق بمدى استخدام الشركة للقروض. الرافعة المالية تتعلق بمدى استخدام الشركة للقروض أو للديون في هيكلها المالي. في هيكلها المالي طبعا الديون أو القروض تعتبر مصدر رخيص نسبيا للتمويل. للتمويل ليش؟ لماذا؟ بسبب وجود يسموها الميزة الضريبية أو التوفير الضريبي، حيث يتم طرح الفائدة على الديون كنفقات تشغيلية قبل فرض الضريبة. مثل ما تذكرون في كشف الدخل نطرح ربح قبل الفائدة والضريبة ناقصا مبلغ الفائدة، نطرح فائدة القروض نعتبرها يعني كلفة تتحملها الشركة تخصم قبل فرض الضريبة على الشركة، تخصم قبل فرض الضريبة على الشركة. هذا تسمى الميزة الضريبية باختصار. وأيضا سبب رئيسي لأنه القروض تعتبر أقل كلفة من التمويل الممتلك أنه هي الخطر للاستثمار في الأسهم العادية هو كبير جدا، لأن القروض يتم دفع فوائد ثابتة عليها. عندما نأخذ من المصرف قرض فسوف ندفع إلى المصرف فائدة ثابتة 10% مثلا، بغض النظر عن الشركة رابحة أو خاسرة ندفع للمصرف الجهة التي تقرضنا فوائد ثابتة 10%، بينما الحقوق الملكية حاملي الأسهم لا ندفع لهم أرباح إلا إذا تحققت أرباح للشركة، وقد يتحملون خسارة. ولذلك التمويل بالنسبة لمقدم التمويل أو مصدر التمويل الذي يقدم القروض مخاطرته أقل من الذي يقدم الاستثمار في حقوق الملكية. كيف نقيس درجة الرافعة المالية؟ نقيس درجة الرافعة المالية من خلال أول مرة نأخذ ماذا تعني؟ تعني نسبة التغير في الأرباح بالسهم الواحد وربحية السهم الواحد الذي ينتج عن تغير صغير في الأرباح قبل الفائدة والضريبة. هنا تربط بين الربح قبل الفائدة والضريبة وربحية السهم الواحد، بينما الرافعة التشغيلية تربط بين إيراد المبيعات والربح قبل الفائدة والضريبة. إيراد المبيعات والربح قبل الفائدة والضريبة. لذلك تسمى الرافعة التشغيلية، الرافعة التشغيلية تسمى رافعة المستوى الأول لكشف الدخل، تتعلق بكشف الدخل. إذا تتذكرون كشف الدخل يبدأ بإيراد المبيعات ينتقل إلى الربح قبل الفائدة والضريبة وبعد ذلك ينتقل إلى صافي الربح. فالرافعة التشغيلية تتعلق بالعلاقة بين إيراد المبيعات والربح قبل الفائدة والضريبة، بينما الرافعة المالية تسمى رافعة المستوى الثاني لكشف الدخل. رافعة المستوى الثاني لكشف الدخل تربط بين الربح قبل الفائدة والضريبة
وربحية السهم الواحد يمكن قياسها بالقانون الآتي DFL يعني degree of financial leverage. degree of financial leverage يساوي لنا الإبت هذا الربح قبل الفائدة والضريبة earning before interest and taxes. earning before interest and taxes ربح قبل الفائدة والضريبة. الربح قبل الفائدة والضريبة مقسومة على الربح قبل الفائدة والضريبة ناقصا مبلغ الفائدة. مبلغ الفائدة وليس نسبة الفائدة تطرح من عنده مبلغ الفائدة. إذا DFL هو درجة الرافعة المالية degree of financial leverage. degree of financial leverage والإبت هو الأرباح قبل الفائدة والضريبة earning before interest and taxes والآي هو الفائدة على القروض أو الديون. مثال افترض المعلومات التالية عن شركتين A و B الأرباح قبل الفائدة والضريبة بالدينار A 30,000 B 20,000 إجمالي القروض 50,000 و5,000 سعر الفائدة على القروض هي 10% للشركتين وتكاليف الفائدة أو مبلغ الفائدة هو مبلغ القروض في سعر الفائدة 5,000 بالنسبة للشركة A و 500 دينار بالنسبة للشركة B. المطلوب حساب درجة الرافعة المالية. طبعا هذا مثال مبسط جدا ومباشر. إذا DFL يساوي لنا الإبت اللي هو ربح قبل الفائدة والضريبة للشركة A 30,000 هذا 30,000 كتبناه على 30,000 ناقصا 5,000 شنو 5,000؟ 5,000 هو تكاليف الفائدة على القروض هاي آخر شيء في أعلى الشاشة 5,000 طلعنا 5,000 يكون 30,000 على 25,000 ويساوي لنا 1.2 1.2 هاي فوق 1.2 هاي درجة الرافعة المالية. بالنسبة للبي درجة الرافعة المالية هي 20,000 20,000 ما هي؟ 20,000 هي الربح قبل الفائدة والضريبة للشركة بي تقسيم 20,000 ناقصا اشكاد ناقصا 500 اللي هي مبلغ الفائدة كما هو ظاهر تكون 20,000 على 19,500 ويكون النتيجة 1.656 بال10,000 1.0256 بال10,000 256 بال10,000 أكيد درجة الرافعة المالية بالشركة A أعلى من درجة الرافعة المالية بالشركة B. لماذا؟ لأنها تستخدم قروض أكثر. شركة A استخدمت 50,000 الشركة B استخدمت 5,000 دينار فقط فإذا درجة الرافعة المالية لها تكون أكبر. ماذا تعني التفسير المالي لها؟ مهم هذا التفسير. بالنسبة للشركة A إذا التغير بنسبة 100% بالربح قبل الفائدة والضريبة يؤدي إلى تغير بمقدار 120% 1.2 ضربة في 100% 1.2 معناها 120% شوف ربح أكبر في ربحية السهم الواحد. أما بالنسبة للشركة A B إذا تغيرت الأرباح قبل الفائدة والضريبة بنسبة 100% فالتغير بالربح قبل ربحية السهم الواحد في ربحية السهم الواحد سوف يكون التغير هو فقط 102.5 في المية 102.5 بالمية. إذا درجة الرافعة المالية بالشركة A أكبر بكثير من درجة الرافعة المالية بالشركة C B وذلك لأن الشركة A مديونيتها أكبر من الشركة B. آخر شيء نأتي إلى الرافعة المشتركة Combined Leverage. Combined Leverage. Combined Leverage الرافعة المشتركة تجمع بين الرافعة التشغيلية والرافعة المالية. فإذا شركة كانت ذات كثافة رأسمالية ماذا تعني؟ تكاليف الثابتة عالية لاستخدام تكنولوجيا مرتفعة واستخدمت أيضا قروض عالية فإن هذا يعني أن الشركة تمزج بين الرافعة التشغيلية المرتفعة والرافعة المالية. الرافعة التشغيلية والرافعة المالية ماذا يسمى هذا؟ يسمى الرافعة المشتركة Combined Leverage. كيف نقيس الرافعة المشتركة؟ بالقانون الآتي هو يجمع بين القانونين ممكن بالضرب نضرب درجة الرافعة المالية في درجة الرافعة التشغيلية. درجة الرافعة المالية في دول في DFL أو بالقانون الآخر CL هو Combined Leverage الرافعة المشتركة الكوانتيتي في البرايس ناقص V يعني على الكوانتيتي في البرايس ناقص V ناقص التكاليف الثابتة ناقص التكاليف الفائدة.
من خلال هذا المثال بافتراض المعلومات الآتية عن تكاليف للشركتين A و B، التكاليف الثابتة بالدينار A 30,000، B 10,000، التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة نصف 75 يعني 750 دينار أو نصف دينار، سعر البيع الوحدة الواحدة 1 دينار، تكاليف الفوائد 5,500. مطلوب حساب درجة الرافعة المشتركة عند مستوى إنتاج 120,000 وحدة، نعوض في هذا القانون تعويض مباشر 120,000 ناقص في 1 ناقص النصف على 120,000 1 ناقص النصف ناقص 30,000 ناقص 5,000. بالنسبة للشركة A يكون درجة الرافعة المشتركة 2.4، بالنسبة للB درجة الرافعة المشتركة هي 1.54، يعني شركة A درجة الرافعة التشغيلية فيها أو درجة الرافعة المشتركة أو الكلية تسمى فيها أكبر من الشركة B. راح نتواصل بالمحاضرات القادمة نأخذ تمارين حول هذا الموضوع حتى يكون لدينا مزيد من الفهم لهذا الموضوع، وشكرا جزيلا لكم، انتظرونا في المحاضرات القادمة إن شاء الله. مع السلامة.